يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول: رجل تريد امرأته أن تذهب للدراسة في تحفيظ القرآن في العصر، فمنعها من ذلك وقال: إن عندك أولاد يحتاجون إلى رعاية وملاحظة، فيسأل: هل يأثم بمنعها من الذهاب للتحفيظ أم لا؟ هي اللي تأثم، هي اللي تأثم إذا خرجت، عليها أن تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والذي قرأت من القرآن يكفيها إن شاء الله. نعم.